السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناه ديالنا اخبار الرجاء الرياضي. الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه ديالنا ما تنسوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والان غادي نبداو الاخبار ديالنا مع اول خبر. انا الزنيتي كينهي الخلاف ديالو مع الهدهودي. سارع انا الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لتقديم الاعتذار ديالو للزميل ديالو مروى الهدهودي مدافع الفريق الاخضر مباشره بعد نهايه المباراه واللي جمعت النسل الخوض فريق اورلاندو بيراتيس، وذلك برسم ذهب ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي. بهذا نشب خلاف بين اللاعبين خلال المباراه المذكوره بعد ما احتج انا الزنيتي بشده على الزميل ديالو الهدهودي واللي ما تقبلش طريقه احتجاج الحارس الرجاوي ورد عليه في اللقطه اللي رصدتها عدسه كاميرات بيين سبورت قبل ما يستخدم عمر العرجون لتهدئة الأوضاع بين اللاعبين. كانت اللقطة شبيهة باللي حدث للحارس الرجاوي الزنيتي مع سفيان بوفتيني لاعب حسنية أكادير، وذلك خلال مشاركة المنتخب المحلي في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين. تدخل اللاعبين في نقاش حاد قبل ما يدخلوا الزملاء ديالهم لتهدئة الأوضاع، وكتعتبر هذه اللقطة عادية خلال مباريات كرة القدم بالنظر للضغط والتوتر اللي كيعيشوه اللاعبون خلال المباريات، وكذلك الرغبة ديالهم في تفادي الهزيمة أو الحاجة ديالهم للفوز. والان غادي نمروا للخبر التالي، فحوصة اللاعبين الرجاء قبل الدخول الحجر الصحي. غادي يخضعوا لاعبو فريق الرجاء لفحوصات جديده الكورونا، وذلك فور وصولهم للمغرب قبل بدء مرحله الحجر الصحي باحد فنادق البيضاء. وبهذا غادي يخضعوا لاعبو الرجاء لفحوصات بعد وصولهم للفندق، حيت غيخضعوا الحجر الصحي واللي المده ديالو اسبوع، وذلك قبل العوده للاجواء التباري من خلال مواجهه فريق اورلاندو بيراتيس، وذلك برسم اياب ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي. وغيكتفيوا لاعبو الرجاء بالتدرب والعوده للفندق علما ان المشاركه ديالهم في المباراه مولوديه توجد يوم الخميس المقبل كتبقى ماشي مأكدة، وذلك في ظل الحجر الصحي واللي يخضعوا ليه. وغيحاول فريق الرجاء الحصول على ترخيص لمشاركة اللاعبين ديالو في المباراة، خاصة في حال إلا جات نتائج الفحوصات السلبية، على اعتبار أن الفريق الأخضر ما كيتوفرش على ترسانة كبيرة من اللاعبين، وذلك الخوض المباريات ديالو. والآن غادي نمروا للخبر التالي، الرجاء كيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي. نشر فريق الرجاء الرياضي عبر الصفحه ديالو الرسميه فيسبوك خبر التوجيه ديالو لمذكره احتجاج رسميه لجهاز الاتحاد الافريقي لكره القدم، وكيجي هذا على خلفيه التحكيم السيء واللي رافق اللقاء تحت قياده الحكم الكيني بعد ما تغاضى على احتساب ركله جزاء واضحه، وذلك داخل مربع العمليات تسلل الخيالي واللي حرم رحيمه من انفراد بالحارس. والان غادي نمروا للخبر التالي، العصبه كتحسم في مصير مباراه الرجاء والمولوديه الوجديه. كشفت مصادر مطابقه ان مصير لقاء فريق مولوديه وجده والرجاء الرياضي، وذلك في اطار الجوله 17 من البطوله الاحترافيه انوي. بحسب نفس المصادر فالعصبه الاحترافيه ما كتفكرش تاجل المقابله حيت غيتم اجراءها في الموعد ديالها المحدد، وكيتعلق الامر بيوم الخميس المقبل. من جهه اخرى فرضت السلطات على مكونات الرجاء الخضوع الحجر الصحي واللي المده ديالو 10 الايام باحد فنادق البيضاء، وسبق الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وصدرت مذكره واللي اكدت من خلالها للانديه الوطنيه ان فيروس كورونا ماشي شرط اساسي لتاجيل المقابلات. والان غادي نمروا للخبر التالي، الرجاء فريق الشبان امام المولوديه الوجديه. قررت الإدارة التقنية لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خوض مباراة مولودية وجدة، وفريق الأمل معزز بعض لاعبي الفريق الأول واللي ما غيسافروش لجنوب إفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بيراتيس، ذلك في إياب ربع نهائي من كأس الاتحاد الإفريقي. وكشف مصدر مسؤول أن قرار العصبة الاحترافية بقرار عدم تأجيل المباراة أمام مولودية وجدة فرض على الإدارة التقنية الفريق الأخضر خوض المواجهة المذكورة فريق الأمل. والان غادي نمروا للخبر التالي، الرجاء كيترقب مصير مباراه اورلاندو بيراتيس.
كتلقى بإدارة الرجاء الكرة القدم التوصل ديالها بقرار من اللجنة الوزارية المكلفة بتدبير الإجراءات الاحترازية لحد من جائحة كورونا لاستقبال أورلاندو بيراتيس من العدم ديالو، وذلك على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة البيضاء واللي غتقام برسم إياب دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. وبهذا كشف مصدر راجوي مسؤول أن إدارة الفريق متفائلة بخصوص إجراء مباراة العودة أمام أورلاندو بيراتيس بمدينة البيضاء بعد ما توصل بإشارات إيجابية لكن ماشي رسمية من الجهات المختصة. مشدد في الآن نفسه أن إدارة النادي ديالو كترقب قرار حاسم من اللجنة المذكورة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وفحال إلا قررت السلطات المغربية من دخول بعثة الفريق الجنوب إفريقي بهذا غادي يكون الرجاء ملزم والجامعة الملكية البحث عن ملعب جديد بدولة أخرى وذلك لاستقبال الخصم ديالو أورلاندو بيراتيس. والآن غادي نمروا الخبر التالي، قرار جديد كيرجع متولي للرجاء. أكدت مصادر مقربة من فريق الرجاء الرياضي أن محسن متولي غيعود للائحة الفريق الأول قبل المواجهة المترقبة يوم الخميس المقبل وذلك أمام المولودية الوجدية برسم الجولة 18 من الدوري الاحترافي. بهذا غاب محسن متولي على المباريات الثلاث الأخيرة لفريق الرجاء في منافسة البطولة الاحترافية وكأس الاتحاد الإفريقي بقرار من المدرب التونسي لسعد جرادة الشابي، وذلك بسبب الأحداث واللي رافقت مباراة الفريق الخضر أمام الجيش الملكي برسم ربع نهائي كأس العرش المغربي واللي أصبحت كتعرف بقضية إشارة العمادة. والآن غادي نمروا الخبر التالي، الشيبي كيرفض العروض وكينتظر الرجاء. دخلت مجموعة من الأندية الوطنية في مفاوضة مع وكيل محمد الشيبي المدافع الأيمن الفريق اتحاد طنجة وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات ديالو خلال الموسم الكروي المقبل. وكشفت أحد المصادر أن وكيل محمد الشيبي تلقى عروض من مجموعة من الأندية أبرزها الجيش الملكي، ووضحت المصادر ذاتها أن فريق الجيش الملكي كيحاول استغلال نهاية العقد واللي كيربط الشيبي باتحاد طنجة واللي غينتهي ما تم الموسم الكروي الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أن الشيبي أجل الحاسم في العروض اللي توصل بها خلال الفترة الأخيرة منتظر قرار مسؤولي الرجاء، خاصة أنه عنده طموح كبيرة العودة لفريق الأم والدفاع على الألوان ديالو في الموسم المقبل. وللتذكير فمحمد الشيبي ابن مدرسة الرجاء واللي تدرج جميع الفئات ديالو ووصل الفريق الأول قبل ما يغادروا معار الكوكب المراكشي. والآن غادي نمروا الخبر التالي، الزمالك كينافس الأهلي على سفيان الرحيمي. كيراقب مسؤولي الزمالك المسيء عن كتب لاعب فريق الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبهذا أكدت أحد الأخبار أن أحد وكلاء اللاعبين المغاربة رشح النجم المغربي سفيان الرحيمي لاعب الرجاء المغربي انتقال نادي الزمالك المصري وذلك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل التألق ديالو الملفت مع الفريق ديالو خلال الأونة الأخيرة. وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي الزمالك المصري كيجمعوا في الوقت الحالي قائمة كبيرة من المهاجمين الأفارقة وذلك العرض ديالها على الفرنسي باتريس كارتيرو المدرب الفني لاختيار الأفضل منها للتفاوض معه. والآن خوتي وخواتاتي الرجويين انتهينا فقرة أخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم، إلا عجبكم الفيديو ديالنا ما تنسوش الإعجاب به والاشتراك في القناة وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم وشكرا لكم.